الحمد لله في مرازك. يلا بينا. على فين؟ على فين؟ هنتعشى وننام. لا فين؟ عافيك ده ايه؟ انت عايز ام احمد تبهدلني؟ ام احمد مش هتقول حاجه لو تعرف اللي دي رغبتها. ارجوك سيبني براحتك. طب هتنام فين؟ ممكن انام في اي مكان هنا. قاعد الشوم من غير لا خدادية ولا غطا؟ لا 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 يا سمور، ما تركبناش العيد ابدا. اذا كان على الخدادية ولا الغطا ممكن تبعتهم لي. دي عندك حد؟ طب والعشاء ايه؟ ولا هيجيب الغطا ممكن يجيب معاه العشاء. صح. تصبح على خير. وانت من اهل وعز الجلال اللي قلت له ومسكت فيه، لكن راسه صلبه ما وافقنيش. يا عيب الشوم، بقى الدكتور انور ينام على كنبه في عبور الطحين وكمان من غير غطا ولا خدادية؟ ايش حال يا عباد؟ اما كنت شفت بعينيك السرايا اللي هو عايش فيها في مصر. شش، وطي صوتك لحد يسمعك. تودي الراجل في ده ايه؟ بدل يا اختي ما انت واقفه ترقك ده، روح حضري له حاجه يتغطى بيها ولا يسند عليها راسه، وحضري له لقمه ياكلها وبعتها له مع الواد من خيمر. وما تروحش توديها له بنفسك ليه بقى؟ النهارده يوم القديم والقديمه تحلى ولو كانت واحده. يا ساتر عليكي. معرفش يا معلم. هو كله معرفش ومعرفش يا عبده، امال مين بس اللي يعرف؟ يا معلم انت من ساعه ما كلفتني بهذه المهمه وانا ما همتش، كل مكان هي بتروح فيه دورت عليها فيه، انا من ناحيه والواد تامر العتر من ناحيه، لحد ما وصلنا للبواب اللي قال لنا الخبر اليقين، قال لنا انها سافرت تشوف الست امها. امها؟ ايوه. يا مغفل، امها ماتت من 10 سنين يا طربش. ماتت؟ امال قالت ليه كده للبواب؟ عارف ايه؟ عبودتي اختي عباد. انت يا عباد شوف يا اخت الراجل عباد. ايه يا عباد في ايه؟ اكيد اكيد يا سمير، انا طول النهار والليل واقف على رجلي. يو هو بالنوم ده ما بيحضرش اللي عندي؟ اشمعنى طول الليل صاحي عندها؟ قوم يا راجل بلاش كسل. يوه سيبينا ننام باقي هنتجعد نور. نمت عليك حيطة. هو ابو النوم ده ما بيحضرش اللي عندي ليه؟ الله اقطع دراعي من لغلوبه ان ما كانت بنتي بتمرجع عامله لي عمل. شكر يا اخويا، ما هو ده اللي انت فالح فيه. قال ايه ابكي عليه وعددي وتعالي جنبي ومددي. فهمت يا مخامر هتعمل ايه؟ ايوه يا سيد. رايح وابور الطحين يا ست الستات. تنيي ليه في الساعه دي؟ الست سعديه بعت معايا الحاجات دي لصنوف. وريني. اهدى كله اهدى كله، ده عزوم. ده عشا لصنوف. عشا سنار؟ ده يوم فرح امها ما عملتش اكل قد كده، قعد يقول استنوا احنا شاويين احنا شاويين، وفي الاخر لقينا كوزين دوره مشوي. يطلع مين سنور اللي مهتميه بيه وبالشكل ده؟ العامل الجديد اللي جه النهارده الصبح في الوابور. حلاوتها بين اخرتك هتكون على يد يا بنت التمرجي. بتقولي حاجه يا ست الستات؟ امشي غور دم ياخدك. اوامرك يا ست الستات. يطلع مين ياخدك؟ ضيف اللي هيستوطن وينام في الوابور ويبعت له اكل من اللي بيعمله ابويا العمده بمأمور المركز او وكيل النيابه. لا الحكايه دي فيها اني ولازما اجيب قرارها. بنت يا سوسه سوسه هي راحت فين؟ انا مش قادر افهم البوابه يهمها في ايه الا اذا كانت عارفه ان حد هيسال عليها زينا مثلا. ما افتكرش لانها كانت بره لما اتنشرت حكايه هروب حكوره، وبعدين الادعى انها كانت تروح البوليس على الاقل يحميها منه. ده الكلام المظبوط يا فندم، انما هي قالت كده ليه؟ محدش هيقدر يجاوبك على السؤال ده غير نانسي نفسها. يلا بينا احسن، انا تعبان قوي نفسي انام، بقالي ليلتين ما نمتش.
وصلت لعبور الطحين ابو الانوار. لحد امتى هتفضل هربان ومطارد ودم عبد القادر ورسمي في رقبتك ظلم؟ يا ترى مين اللي عمل العمله دي وليه؟ انا لازم افهم، لازم افهم واعرف اللي حصل من الاول. صباح الخير يا دكتور انور. انا الدكتور رسمي. انا بفكرك بميعادنا، ضروري تقابلني انا والاستاذ عبد القادر في مخازن شركه الادويه اللي في شبرا الخيمه الساعه 9. ارجوك اوعى تتاخر. سلام. ايه الحكايه؟ الظاهر الموضوع مهم. صباح الخير يا دكتور انور. انا الدكتور رسمي. انا بفكرك بميعادنا، ضروري تقابلني انا والاستاذ عبد القادر في مخازن شركه الادويه اللي في شبرا الخيمه الساعه 9. ارجوك اوعى تتاخر. سلام. مين اللي خبطني؟ اللي خبطني هو القاتل، بس هو مين يا ربي؟ هو مين؟ كيف ايه؟ لم هدومك بسرعة. ليه يعني؟ وايه اللي حصل علشان تفزعيني من نومي بالشكل ده؟ اللي حصل ان فصحتك وذكائك هتودينا كلنا في داهيه. انت ايه يا اخي، بتسمعش الكلام ليه؟ مستعجل قوي على حبل عشماوي؟ طب استهدي بالله، بالراحه بس، وتعالي نتكلم بشويش. نعم يا عينيا. الله، انت هتفضحيني ولا ايه؟ واعمل فيك حاجات افظع من كده بكتير لو ما سمعتش الكلام. ليه بس؟ ايه السبب في ده كله؟ انت هتلم هدومك ولا لا؟ لا، مش قبل ما اعرف الاسباب ايه. بصراحه بقى القعده هنا عجباني. يا متخلف، ايه اللي يخليك تبعت لعبده سبراكوس بتاعك ده علشان يجي يطمنك على نانسي؟ لا، وكمان يجي لك مره تانية علشان يجي يقولك انه ما لقاهاش. ودي فيها ايه بس يعني؟ انت هتجنني ولا ايه؟ يا استاذ، يا استاذ يا محترم، البوليس مراقب عبده ورجالتك. ايه؟ متهابين؟ يلا يلا بسرعه، يلا لم هدومك. شفت القمر يا ابني خالتي؟ يلا يا ست اكيدي. امال خيالها؟ واللي معادك هنا هو الليله مش الحاج عندك برضو؟ عندي زي ما هو مش عندي، هو كله محصل بعضه. ليه كفل الشر؟ الحاج بعافيه؟ لا نايم، الزهره بالنوم ما بيحلالوش الا في سريري. لا 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 يا ست الستات، الحكايه دي فيها ان وما يتسكتش عليه. هعمل ايه؟ اجله مزيكه حسب الله تضرب في نافوخ عشان يصحى؟ لا يا ست، الحكايه دي ليها ناسها. فسر يا بنتي يا شوشه، قصدك ايه؟ نبعت لحد من اللي بيفهم في الحاجات دي ويفسرها لنا. وده جيبه منين؟ انت ما تجيبيش ولا تودي، انا من طلعت النار اخد لي في اسناني واروح اجيب لك لحد عندك واجي. في يا بنتي، انت اتجننتي؟ هتجيبي راجل هنا؟ مين قال راجل يا ست؟ انا قلت راجل يا ست؟ هجيب لك واحده ست؟ انت بتهلفطي ولا بتستعبطي عليا؟ انا عمري كدبت عليكي؟ انا كدبت عليكي قبل كده يا ست؟ ده لحم اكتفي من خيرك. وبعدين شوفيها، ان ما عجبتكيش يبقى مشيه. ما كنتش تشيعيلها ليل نهار تفضل رايحه جايه رايحه جايه كده عليكي، ما بقاش انا شوشي. ومش بعيد كمان تبعتيها تقعد في بابور الطحين مع الراجل اللي هل من مصر. انت بالك؟ قلت ايه يا ست الستات؟ من صباحيه ربنا ابعت اجيب حربيه ولا بلاش؟ لا روحي، بس لا هتشوف ابيض ولا اسود الا لما اشوف نتيجه. بكره تقولي شوشه قالت ان مكان الحج في ليلتك يدوق طعم النوم. يا رب يسمع منك ربنا. انما انت لا مؤاخذه، مودياني عارف فين؟ مودياني في حته ما يعرفهاش عبد سبارتكوس، وبالتالي ما يعرفهاش البوليس.
ومين سعاده البيه بقى؟ ده الشغال اللي في خدمتك. الشغال اللي في خدمتي ولا اللي انا في حراسته؟ سميها زي ما انت عايز، طالما انت ما بتسمعش الكلام وبتنزل وبتتصل بسبارتكوس بتاعك ده وهتودي روحك في داهيه، احنا هنضطر ان احنا نحرسك بطريقتنا. وده بقى اللي هيعرف يمنعني. جرب. جرب. سلمان. اي 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 يخرب بيتك في ايه؟ في ايه؟ لو سلمت يبقى شعر بايدك التانية. ايدي التانية ما هيتقطمت خلاص، سيب يا اخي سيب. خلاص يا سلمان. ايه ده؟ في ايه؟ ده انت ايدك عامله زي الكماشه. خد بالك ده بترفق بيك عشان عارف اهميتك عندنا. بترفق بيا؟ امال لو ما كانش بيترفق بيا كان عامل فيها ايه؟ ما كنتش قدرت تتنفس تاني. يا سلام، يعني اهرب من سجن اروح لسجن تاني؟ طب السجان اللي كان بيحرسني في السجن لو كنت نفخت فيه كان طار، لكن اعمل ايه في ده؟ المهم خد بالك يا سيد محمود. مين محمود؟ محمود محمد احمد. الله، انت نسيت اسمك تاني؟ لا لا ما نسيتش. كنت عايزه تقولي ايه؟ في السجن السجان بياخد باله منك عشان خايف لا تهرب منه. وايه الفرق بقى؟ حلوه، ما هنا زي هناك. لا تفرق كتير قوي، احنا هنا بقى خايفين على دماغك والعمايل اللي بتطق فيها وبتعملها، لكن لو سمعت الكلام هتلاقي سلمان ده خادم مطيع. يا سلام، يعني لو طلبت منه فنجان قهوه ولا يسقيني هيسقيني؟ طبعا اي حاجه. كوبايه ميه يا سلمان. امر يا برنس. طب خلاص خلاص، تعالى تعالى، ده خد الموضوع جد. الله، طب ما هو حلو اهو. طول ما انت حلو بتسمع الكلام. هسيبك بقى علشان تنام. مش قبل ما تجاوب على سؤالي. الله، هو انت اسئلتك ما بتخلصش ولا ايه؟ طبعا هتسالنا على الست نانسي، هنقول لك لسه ما وصلتش، ولما توصل هنبلغك ومفكرين لك كمان انت هتعمل ايه. لا لا، اول مره ذكائك يخونك وما تعرفيش السؤال اللي انا كنت عايز اساله. ليه، هو في سؤال تاني؟ امال ايه هو بقى؟ انت بتعرف الحاجات دي عني ازاي؟ سؤال غبي صحيح. اكيدي. مين افتح انا شوشي. عاوزه ايه؟ سيبيني انام، انا ما نمتش طول الليل. معايا ست حربيه. حربيه مين؟ افتحي يا ست، هبدأ اتحدد معاكي من ورا الباب، ما يصحش كده. اقطعك يا الحرب قامت. عم ياخدك. عاوزه ايه؟ حربيه مين؟ ايه؟ اتفضلي يا ست حربيه. سلام وقول من رب رحيم. سلام وقول من رب رحيم. خير خير يا ست حربية، هيجي منين الخير؟ هيجي منين الخير والعكوسات مالية دارك وجلة مقدارك؟ عكوسات؟ عكوسات ايه؟ عكوسات اللي انا شايفاه ولا منثاها. بس انا مش شايفة حاجة. انت ما تشوفيش ولا تلمسيش وفي الحاجات دي ما تتكلميش. ها 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 يا اختي، ها حسادك كتير صح ولا ما هو صح؟ فيهم واحده مجسماكي في راجلك ضرتك، يعني صح ولا ما هو صح؟ كل ما يدخل اوضتك عينيه تقفل ويبقى لا طايقك ولا طايق نفسه ويدخل عليه ابو النوم، صح ولا ما هو صح؟ صح يا اختي صح، كل كلامك صح. وده سببه ايه يا اختي؟ منهم لله، منهم لله، منهم لله اللي معاكسينك وحاسدينك. ودول ممكن نمنع حسادهم؟ مجهود كبير وفلوس كتير كتير. اللي انت عايزاه انا تحت امرك، ما يهمكيش الفلوس. انا بتسخطيني ليه؟ عايزه ايه؟ اديها فلوس. كام يعني؟ انا مش عارفه. 50 جنيه. يا لهوي، هتجوز تاني ولا ايه؟ هتخلي الحاج يحبك ويرجع يقعد جنبك طول الليل وينغش فيكي ايه؟ 50 جنيه. ايوه. مش عايزة. لا بعدي.
بيدك اليمين تفرق وتشكرة يا ست أكيدة يا بنت فهيمة. عرفت اسم أمي؟ مش بقول لك مبروكة؟ مبروكة ولا حربية؟ أنت هتلخبطوني ليه؟ فين حجي؟ مسروع على إيه؟ استني لما نبعد شوية. استني؟ أنت هتحمرها من أولها؟ يا باي عليكي، خدي. إيه دي؟ 20 جنيه. 20 جنيه اعمل بيها ايه؟ 20 جنيه احنا متفقين 50 50. ده انا جايبه لك زبونه تاكلي من وراها الشهر. استني انت بس الحاج عبيد يرضى عنها وهنتسيغ من وراها. ماشي، هذه ال5 جنيه بتوع الركوبه. بتوع ركوبه ليه؟ هتركبي طياره عاد ولا ايه؟ يا باي عليك يا باي. اقول ليكي منها يا حاج عبيد. يا حاج انت فين يا حاج؟ رد عليا. فين يا ست؟ في ايه؟ انظر يا حاج، بقى الجراب اللي ده يا اخويا. في ايه بس يا ست؟ اللي ما يفهمناش حسوب هتضرب على الباب بجنح يطحنه، خد الجنح وعطاني بداله بديك ضرب. وده عرفتيه ازاي ده يا ست؟ اسم الله عليك وحواليك يا اخويا، الدجاج الجنح بيبقى فاتح، الدجاج الدوره بيبقى غامق، غير ان الدجاج الجنح بيبقى راين في لهون الابيض، والدجاج الدوره بينكر سمنته وعجينته ناشفه. صح ده يا حاج. ايوه صح. حسوب ولا حصوب؟ اعملها بالحاج. الست دي مدياك ايه؟ مدياني طحينة تطحنهولها. مالي عارف انها مدياك طحينة تطحنهولها. امال يعني هتكون مدياك بن تطحنه؟ نوع الطحين ايه؟ برا بطعت وادلت الهوا يا بعيد. مخيمر يا مخيمر. ايه يا ولية عايزة ايه؟ انا عطيك ايه تناولوا العديم الذمة دي؟ ربع الدب جام. يا رب انت سطلت. انت مش مديني ربع الدب دورة؟ بقول لك ايه، النهارده ما دخلش المطحن ولا ربع كيلو الدورة. فوق يا حسوب. بخيمة. ايوه يا بالحاج. ادي الست دي ربع كيلو الجمح من بتاعنا. حاضر يا بالحاج. يا دي العيب يا حاج، عايز توجعني في الغلط وعايز نقبل العوض. ده مش عوض يا ست، ده حق. اللي حصل ده غش تجاري، ولازم صاحب الوابور يديكي حق. ولا مؤاخذة يا حاج. حاج ما فيهوش لا مؤاخذه ولا معلش، ده حاجك يا ست زي الراجل. ما حد وين من الخطافين يا حسوب؟ يا حاج والله اوعى تحلف بالله، اوعى تحلف بالله. ومن هنا على ست البهايم على طول، وهم هيتصرفوا معاك. غور. ومين هيمسك الوابور يا ابو الحاج؟ سنور. الهي ينور طريقك يا اخوي ويكفيك شر حاكم ظالم يا رب. تعالي وراي. يلا اخوي. بقول يا حاج سماح المرات، يا بخت من قدر وعيش. دي مش اول ولا 10 نوبة يا سنور، كل الزبائن بيشتكوا منه بس في السر. وبعدين دي ست غلبانه وشجانه على عيالها، وراجلها ايده مش طايله، هنسرق الغلبان كمان. بس يا واد، بس يا حسوب، بطل بكى. البكى للنسوان مش للرجال. يعني يرضيك ارميلي في زربت البايم ولا كمني قريبك يا ست اكيده ويمسك الوابور لقريب ضرتك؟ يا جت على قدك دي، المستور قدها وامر سبيل. يلا روح روح. اروح زربت البايم؟ لا، روح زربت الفراخ. الحاج عبيد يقطع عيشي. هو يقطعه وانا اوصله؟ انا بنت العمدي. هي ايه بنت التمرجي هتمشي كلامها علي؟ خور من قدام السعادي. ربنا ما يحرمنيش. يلا يلا زيت. ربنا ما يحرمنيش مني. ولا لا عم زيت الزبتة. اقول ايه؟ عاوزك تفتح عينيك وتفنجلها قد كده على الجدع اللي اسمه نور. قلبي مش متطمن له. حاضر يا ست. يلا صباح الخير. صباح الخير يا سياده العميد. صباح الخير يا حبيبي. ايه ازيك دلوقتي؟ تعبانه. لا تعبانه ايه، مدام هاله بطلي دلع، هي بقت كويسه جدا مش كده؟ على فكره هاله وهي تعبانه ما بتحبش تشتكي. بس انا مش تعبانه مرض ولا عيا، انا تعبانه من تاخيرك عليا. انا يا دوب وصلت حبيبه الكليه وجيت لك على طول، انا لسه حتى ما رحتش الشغل. ما خليتش طارق يوصلها ليه؟ طارق ايه يا هاله؟ طارق شال سواء عندنا. الو. اهلا يا طارق. يا ريتنا كنا افتكرنا 1,000,000 جنيه. ربع مليون كويس قوي. دي واحده لو سمحتوا. ها انت؟ طب تعالى لي على المستشفى على طول، اوعى تتاخر. لا لا هتيجي بالبوكس، خلي البوكس يجيبك. يلا مع السلامه.
في ايه يا حسام؟ معلش هروح مشوار وجاي لكم على طول عن اذنكم. حسام حسام، شفت يا دكتوره؟ حتى الشويه اللي جاي يقعدوا معايا في المستشفى برضو شغله خدوا مني. دكتوره نيفين، دكتوره نيفين، انت سرحانه؟ ولا سرحانه ولا حاجه. انت خايفه؟ ما تخافيش، حسام ما بيعرفش يخبي اللي جواه، لو كانوا فعلا قبضوا عليه كان بصلك. هما ليه نزل جري كده؟ انت ناسي ان كان في واحد تاني هربان معاه؟ يا رب يا رب استر على انور يا رب. ايه تاني يا دي الشقه؟ اضرب الجرس. افندي ايه في ايه؟ مش قادر تشيل صباعك مع الجرس ولا صوته عجبك؟ مدام نانسي موجوده؟ نعم يا اخويا. بيقول لك مدام نانسي موجوده. مين اللي عاوزها؟ بوليس. ليه ده؟ في هو ماله قافل الباب في وشنا كده ليه؟ ولا يكونش زي حريه عليه احكامه هو كمان؟ معقول شركه امن هتعين حرامي؟ هضرب الجرس تاني. اسفه جدا ان قافل الباب في وش حضرتك. لا ابدا معلش. العميد حسام العزيزي نقيب طارق جلال. معقول هنتعرف على بعض على السلم؟ لا طبعا اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اتفضلي. يا اهلا نورتيني. ميرسي يا ستي. احنا في الحقيقه جايين بخصوص موضوع. قبل ما تشرح حضراتكم جايين بخصوص ايه؟ الاول تحبوا تشربوا ايه؟ وامروا فيه، عندي كل حاجه، في هارد درينك، في سوفت درينك، تحبوا تشربوا ايه؟ لا متشكرين قوي، مالوش لزوم. عافينا. ما انا لا يمكن حاسمع اي كلمه الا اذا قبلتوا تحيتي. تحبوا تشربوا ايه؟ يعني لو البن كويس ممكن فنجان قهوه. خليهم اتنين. سكرك ايه؟ ساده ومغليه زيه بالظبط. بلغهم الاوردر في المطبخ يا مسعد. اوكي يا هنا. اظن دلوقتي بقى ممكن اقول لحضرتك احنا جايين بخصوص ايه. طبعا براحتكم. باختصار شديد جدا، طليقك السيد الطلياوي الشهير بحكوره اتحكم عليه بالاعدام. فعلا، بس الظاهر حضرتك ما تعرفيش انه هرب اثناء ترحيله. يا مصيبتي السودة، ازاي وامتى؟ فهموني. رايح فين؟ اعتقد ان ده سؤال في منتهى الغباء. سلمان. يعني ايه؟ يعني انت عايزه تحرميني ان انا عايش عشانه؟ لا. امال ايه؟ امال ايه مخليها سلمان يقف بيني وبين الباب؟ لانك هتنفذ اللي انا هقول لك عليه طبقا للخطه اللي انا رسمتها لك. خطه فرقتيني بقى بالخطه دي. هي حرب؟ الحرب مش من عسكري وعسكري، الحرب مباحه في كل شيء، في الشغل، في التجاره، حتى في الحب. الحرب بقت لغه العصر يا استاذ. فهي بقى الفلسفه اللي مش عايزه تخش جوه نفوخي دي. قولي لي ايه الخطه اللي انت رسمها لي بالظبط؟ بقى له قد ايه هربان؟ يعني 3 اسابيع. ممكن حضرتك تقولي لنا كنت فين المده دي كلها؟ ما بين باريس ولندن، كنت بعمل شوبينج عشان اشتري فساتين الاستعراضات اللي هعملها. في التلفزيون؟ لا لا، في اوتيل 5 نجوم. ما انا قلت ارجع بقى لشغلتي الاصليه مطربه. ما سمعتنيش؟ لا ما حصليش الشرف. المهم حكورة يعرف الشقه دي؟ لا محدش عنده فكره عنها خالص، انا مأجراها بعد ما اتقبض عليها على طول. مدام نانسي، لو تحبي تساعدي نفسك وتتغلبي على الخوف اللي جواكي من وجود حكورة حر، وخصوصا احنا ما نعرفش هو فين، يا ريت تقولي لنا الاماكن اللي ممكن انه يروح فيها ويستخبى. شقه المقط غيرها، وغير شقه مراته الاولانيه ست جمالات. هو كان بيقول هيشتري شاليه في الاسماعيليه، بس مش عارفه حقيقي اذا كان اشترى ولا لا. ايه جرالك؟ ايه ده جرز الباب؟ لا انا متهيألي ان اي حد هيخبط حتى لو كان بتاع اللبن هيكون حكوره. لا الكلام ده تقوليه واحنا مش موجودين معاكي. قولي له افتح الباب. الباب يا مسعد. حاضر. صباح الخير. احنا بتوع الغاز الطبيعي وجايين نعمل لكم عيسى. على فكره احنا جيلكم كتير قبل كده من الاكوس. انتوا كنتوا فين؟ انت هتعمل عيسى ولا هتعمل محضر؟ محضر ايه يا عمنا؟ فلا الله ولا فعلك يا شيخ. نهنك فن. نهنك فنين. يلا يا استخس تعال وراي. Thank you.
خلصت وراي. شفت يا ستي؟ هو ما كانش في داعي للخوف ده كله. على العموم انا هعين لك حراسه. وهو انا هستنى حراستك؟ انا هكلم شركه الامن يبعتوا لي حارس ولا اتنين. طب وهما في الشغل هيحرسوكي برضو وانت بتغني؟ ما هي دي المشكله. عموما انا هكلم المتر ومدير الصاله يشوف لهم صرفه. بعد اذنكم. ايه يا مسعد؟ بجيش الفناجين وسايب الرجاله جوه؟ ايه الفناجين حاطين؟ اتفضل روح شوفوا في المطبخ بيعملوا ايه. حاضر. تمام. مش داعي تتخض قوي كده، امسكي اعصابك ارجوك. تلاقي حله ولا طبق وقع ولا حاجه. ايه يا جماعه كيف؟ احنا اسفين جدا بس حصل خير، يعني ما فيش حاجه انكسرت. حصل خير يا سعاده البيت، وهم بيقيسوا وقعوا المواعين. انتوا خلصتوا المقايسه؟ اه بس خلصت خلصت. يلا مع السلامه. متشكرين جدا. متشكرين يا هاني. ده الكارت بتاعي، تقدري تطلبيني في اي وقت في المكتب او في البيت. يعني مفيش ازعاج؟ لا مفيش ازعاج ولا حاجه، وانا هعين لك حراسه. اتفضلي. اتفضلي. كنت خايفه لا تنزلي وتسيبوني معاهم لوحدي. ليه؟ يا الناس عملت ايه؟ ما عملوش، بس مش عارفه ليه كده قلبي مقبوض منهم. مدام نانسي انت خايفه من حكوره، الخوف ده طبعا احساس طبيعي، بس اتمنى انك تشيليه من جواكي علشان تعرفي تتصرفي معاه كويس لما تشوفيه. انت ناسي حضرتك ان انا اللي بلغت عليه. بلغت عليه ليه؟ يعني مش معقول ان اكون بحلم ان اتجوز راجل اعمال، قلت هيوفر عليا مشواري في الغنى وهيجند لي الصحافه والاعلام، ومش بعيد يفتح لي شركه انتاج عشان افلامي والفيديو كليب بتاعي. الاقي اخر واحد في الدنيا دي بيحب الصحافه والدعايه لانه تاجر مخدرات. يعني قلت اتعلق بقشايه، طلعت القشايه كانت ممكن توديني اللومان، وبدل ما ابقى مطربه مشهوره ابقى مسجونه. لا يفتح الله، انا ما ينفعنيش الكلام ده. انا عندي افضل مطربه ناشئه طول عمري، ولا تحبس ساعه واحده في قرميدان. احنا متشكرين قوي على تعاونك معانا. نستأذن. مع السلامه. شركة الحراسة، أنا نانسي، من فضلك عايزاك تبعت لي 3-4 بودي جارد. لا يا سيدي مش كفاية اللي عندي، وبعدين أنتوا بتاخدوا فلوس، ابعتهم بسرعة. إنما فكرة فينو قوي حكاية الغاز ورجالته دي، فكرة أبلسة صحيح. يا أستاذ أنا قلت لك إن أنت معاك جهاز كله مخ وكله عبقرية. مظبوط، لكن ما قلتليش العميد حسام ده يطلع مين؟ خطيبها؟ حلاوتك ده بقى يبقى الصياد، والنقيب طارق جلال ده يبقى المساعد بتاعه. وعارف بقى مين الفريسة اللي عايز يصطادها؟ حضرتك. بس يعني دول معرفونيش. الله، انا مش قلتلك ان الدكتور فوزي لما يمسك خلقة حضرتك ويعمل لك العملية والدتك نفسها مش هتعرفك. المهم انت عرفت هتعمل ايه في الخطوة الجاية؟ طبعا حصل الله. كده هو منك لراسك. انا قلتلك انك ما تخطيش خطوة واحدة برا اللي احنا رسمناهولك. طب وايه بقى اللي انتوا رسمينهولي ان شاء الله؟ سلمان. ايوه هنا. هات اللبس اللي انا قلتلك عليه. هنايا. برضو ما قلتليش انتوا ما عايزين نعمل لكم ايه بالظبط. مين؟ مين يا مسعد؟ يا مسعد. ايوه سامي. شوف مين. مالي خايفك ده ليه؟ انا مش خايفه، انا هموت من الرعب. يا هاني ما تخافيش، انا معانا ومسدسي معاكي. معايا صابون دعايه فيه خصم 25%. يا عم روحي ناصح. مين يا مسعد؟ ده ولد من اللي بيبيعوا صابون. ميه، الحقني بقى ميه. حاضر.
دكتور عايزه دي نام عشان اعمل لبنتي التيتانيوم صباحيتها. مبروك يا ام العروسه من عينيا الاثنين. يوه ما انا واقفه من الصبح. واطحن لك القمح على الدوره. سيبيني لما اخلص تحقين الدوره وانضف المكنه واطحن لك قمحك على نضيف. ان شاء الله يخليك يا سنور ويبارك لنا فيك يا رب وصحتك وعافيتك. الاكل يا سنور. حطه على المكتب على بال ما اخلص. ايه ايه ما ينفعش لا يبرد وما لهوش طعم. يعني اسيب اللي في ايدي عشان هاتلي بقى له طعم يا مخيمر؟ ده بعتسك في المحل ومحلفاني 100 يمين و100 عظيم حتما بدا لازم تاكله واسوق. انت عايز ست المحل تزعل ولا ايه؟ زعلها على راسي بس الشغل ابدا. روح قول لها ان انا اكلت واسوق ما غيرش حاجه. روح انت كل يا سنور وانا حاجه في مطرح. ما يصحش يا حاج. ايه ما تسمع كلام الحاج يا سنور بالقليل عشان تتقوض وتقدر تصمت في وقفتك. يلا نور. ماشي يا حاج. يلا بخيمة. امير وابن حلال مصفي وعين عمرها ما اترفعت على واحده من نسوان. اي اوامر تانية يا ابو الحاج؟ لا بس تاخد معاك كلتين دقيق جنب وزيهم دوره للدار. امرك يا ابو الحاج. وما تنساش تاكل الفراخ في موعدها يا حسوب. حاضر يا ابو الحاج طبعا. يلا كلك معاد يا ابو الحاج. وبعدين هو ده اللي حصل بالملي يا ست الستات. والله عال بقى بتعمل له الاكل بنفسه وتبعته له قدامه تحت عينين الحاج. حلاوتها زي ضحيت. نقول حاجه يا ست الستات؟ لا روح ودي دقيقه على الفرن وبعت لي البنت شوشه على اوضتي. تحت امرك يا ست الستات. سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا ست؟ الصبر متشعلط على ايه؟ لحد امتى هفضل صبر؟ الخلفه صبرت عليها ياما لحد ما اتجوز علي وبقيت انام بحسرتي ودمعتي على مخدتي. وديكي جبت حربيه وخدت ورقه بخمسين جنيه. ودي وش الضيف. وش الضيف؟ وش الضيف ايه يا ست؟ ده كلتها امبارح ما فاتش عليها غير سواد الليل. ماليش صالح. ايه ده ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في ست ايام مش في يوم وليله. اسمع عم اقول لك تروحي وتجيبيها وتجيبي الحاجه اللي طالبها على سياد يا اما تجيبي الورقه ام 50 جنيه مفهوم؟ طب اهدي يا ست بس ونتفاهم. مش ههدى ولا اتفاهم الا لما تنفذي طلبي. لا ما فهمتش يا ست العميد. ليه يا فندم؟ ده طلب بسيط. ما انا لو حطيت حراسه على كل شاهد ولا كل نجم من نجوم المجتمع هتتحول وزاره الداخليه لشركه حراسات خاصه. يا سعادة الباشا هي عندها حراسة خاصة بس أنا من وجهة نظري لا تصلح مع واحد زي حكورة ورجالته. بص يا محترم اقرا. هقرا يا فندم. اتفضل شوف. أنت عايز الوزارة تاكلني؟ أقول لهم عينوا حراسة خاصة على واحدة مش خايفة على نفسها. ما تنساش سعادتك إن هي اللي بلغت عن حكورة. خلاص خلي مكتب مكافحة المخدرات يعين لها حراسة من عنده. ده انا هحتاج عساكر البلد لو فكرت اعمل حراسه للمطربين. افهم من كده ان سعادتك مش موافق. حلها انت. منين؟ تسمح لي سعادتك اني ادبرها؟ ادي كشوفات القوه بتاعتنا. فرقها وفنطها واتحداك اذا لقيت اكتر من عسكري ضرب فاضي. عن اذن سعادتك. صعب يا فندم. صعب ان احنا نلاقي حد فاضي للحراسه. يعني سياده اللواء كان عنده حق. طب والعمل؟ دي فرصتنا الوحيده اللي كنا نقدر نقبض بيها على حكوره. يبقى مفيش قدامنا غير حل واحد ان احنا نكلم مكتب المكافحه يخصص لنا فرقه للحراسه. اوه انت بتحلم. امال هنعمل ايه يا فندم؟ هو فعلا مفيش قدامنا غير حل واحد. الحقني بيه سعادتك. ان احنا نتبادل حراستها انا وانت من النهارده. نعم. مالك زورت ليه؟ لا ابدا مفيش يا فندم بس النهارده بالذات انا عندي ميعاد. اه يا ماما جديده ها؟ لا ابدا يا فندم لا جديده ولا قديمه
انا عندي ميعاد مع والدتي، راح اوديها للدكتور. فكرتني، انا كمان لازم ارجع لهالة المستشفى النهارده الصبح. يا دوب فوت عليها قلت لها صباح الخير ونزلت، ده غير بقى ان العيال مطلعين روح عمتهم والشغالة. طب هتعمل ايه يا فندم؟ صدقني مش عارف، نفكر. مساء الخير يا انسه حبيبي. مساء النور. ايه انت اول مره تركب عربيات حاطط ايدك على الكلاكس؟ هتعمل لنا تلوث سمعي. تلوث ايه؟ سمعي، يعني ودني هتبوظ. طب اتفضلي الكابل. ايه دي عربيه مين دي؟ عربيه شوب؟ لا عربيتي. وكانت فين من زمان؟ يعني كانت بتصلح فيها شويه شغل كده. اتفضلي الكابل. مش كان معرف الاول هي عربيتك ولا لا؟ والله العظيم عربيتي، الرخص في الطبروله مش متاكده. هكون سارقها يعني؟ لا انما يعني. يعني ايه؟ ممكن تكون سالفها من حد من اصحابك علشان تزغلل بيها عيون اليمان. انت مش برضو بتسمينا يمان ولا ليك اسم تاني؟ انا عارفك باسمك انت بس حبيبه. اتفضلي الكابي بقى. ماشي. بيتنا ولا طريق المستشفى؟ مظبوط. الله، امال وديني فين؟ ها موضوع ايه ده بقى اللي انت جايبني هنا علشان تتكلم معايا فيه؟ موضوع مهم جدا. ايوه اللي هو ايه يعني؟ ما انا هتكلم اهو. ما هو اصل ايه يا فندم، حضراتكم طلبتم حاجه؟ يا ريت لو عندك حاجه تفك عقده اللسان. نعم يا هانم. ده وقت هزار ده؟ هات لنا اي حاجه. الله، طب مش نطلب الاول؟ من فضلك انا عايز عصير، اي عصير فريش. وسعادتك اي فريش زيها. ها كنا بنقول ايه بقى يا ست النقيب ومن غير عصبيه؟ انا فهمتك من غير ما تتكلم. فهمتي؟ فهمتي ايه؟ فهمت ان انت جايبني هنا علشان اتفرج عليك وانت بتطرقع صوابعك. حبيبه كده حب ايه؟ اقوم رفعت الكلفه بينا. حبيبه ارجوك اديني فرصه عشان اركز. ايه ده انت مالك عرقان كده ليه؟ اتفضل اتفضل يا سياده النقيب، امسح حرقك وما تاخدش الموضوع بحساسيه. امسك. طارق من فضلك انا عايزاك تتكلم على طول. ما انت مش معقول تكون تعب نفسك وعرقان وملخوم بالشكل ده علشان تكلمني في حاجه وحشه. اتفضل قول بقى عشان انا ابتديت اتوتر. لو تقدم لك واحد مركزه كويس وعنده دخل اضافي وكان فدان وشقه واول حرف من اسمه طارق جلال. ايه مستغرب؟ ما تستغربش، ما هو مش معقول كل المحاولات والمعاكسات والمراقبات وكل اللي انت عملته ده وانك تتهمني اني بعرف واحد متجوز وفي الاخر يطلع اخويا، كل ده وتفتكر ان انا مش فاهمه تجيبني هنا ليه؟ طب ما قلتيش ليه اللي انت فاهمه وكنت ريحتيني من العرق اللي انا عرقته ده كله. ياه، وانت لو ما كنتش تتعب وتعرق وانت بتطلب ايد حبيبه تفتكر هتحافظ عليا بعد ما تتجوزني؟ يعني انت موافقه؟ مش بالظبط. امال ايه؟ افكر. وهترد عليا امتى؟ هترد عليا امتى؟ تعرف بيت العميد حسام العزيز؟ ليه؟ لا مش ممكن يا طارق، انت دخلت كليه الشرطه ازاي؟ بالابتدائيه وكبرتها. ليه؟ روح كلم اخويا الكبير. يعني انت موافقه؟ وبعدين بقى في اليوم اللي مش هيعدي ده اقول له ايه ده بقى؟